انسحاب أم تكتيك؟ سؤال لحظة الحديدة بعد إعلان الأمم المتحدة عن عملية إعادة انتشار تستمر لمدة 3 أيام ابتداء من 11 مايو. ووفق بيان لجنة تنسيق إعادة الانتشار، فإن الحوثيين قدموا عرضاً بانسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى. وقد وصف رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد العرض الحوثي بأول خطوة عملية منذ إبرام اتفاق سوكولم. الإعلان الأممي عن انسحاب ميليشيا الحوثي لاقى تشكيكاً من الشرعية التي أعربت عن استعدادها لتنفيذ إعادة الانتشار حسب ما تم الاتفاق عليه، كما هو تصريح عضو وفد الحكومة في لجنة إعادة الانتشار صغير بن عزيز، الذي أكد على أن أي انتشار أحادي يعد تحايلاً على تنفيذ الاتفاق الدولي ومسرحية هزلية قديمة سوف تعري الأمم المتحدة، في إشارة ضمنية إلى تواطؤ المنظمة الدولية مع الحوثي. وقد طرح الإعلان الأممي المفاجئ عن انسحاب أحادي للحوثي الكثير من التساؤلات والشكوك، خصوصاً لعدم معرفة الجهة التي ستتولى إدارة الموانئ. ولوحظ أن الأمم المتحدة اكتفت في إعلانها بأنها سوف تراقب عملية الانسحاب، معربة عن أملها بإنشاء دور لها في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر، وهو ما جعل مراقبين يعتبرون إعلان الحوثي الانسحاب بمثابة مناورة لكسب الوقت وتأجيل إعلانه كطرف معرقل، حيث من المتوقع بنظرهم أن تتسلم إدارة الموانئ قوات أمن محلية تابعة للحوثي، فضلاً عن أن الإدارة الأممية للموانئ إن تمت ستظل تحت سيطرة ميليشيا الحوثي التي لا تزال تدير الحديدة.